خويا عمر كما قلت لك خليناها انك خديتي واحد ميستو عند الحاج دريس عنده 3 سنين حطيتيه على 12 قاع. بغيت يعني باختصار هذوك 12 قاع اش وقع معاهم؟ ما هي قصتهم؟ انا نقول لك هذه هي كنقول هذه واحد مثال كيبقى ملي كيبدا يعرف الواحد الولاعه وكيتجدر كتهرب عليه الولاعه. يعني والله ما نكذب عليك ملي كيبدا يعرف المولوع وكيبدا يعرف ما كيبقاش يحفظ كتهرب عليه لانه هو كيولي اكزيجون كيولي يدير هكا يولي هذا يخايف على هذا يدير هذا يدير الصندوقه يدير كتهرب. ملي كيكون المولوع كيحط هكاك الفراغ كيحط واحد حي سيرتو ميستو حي كيحط القرع هنا وهنا وهنا كيحصد. نعم كيحصد شي حاجه. انا حطيت الفراخ مقاربين بعضياتهم ميستو عريان وكل واحد ما يمكاشي ماشي عريان دايرهم في بوشيطات. واحد الخطره جا عندي حموده. شكون حموده؟ حموده ديال سبته. سبته جا عندي حمود جلس بحال هكا والفراخ بداو راك عارف ما كاين الركاب لك على ركابي كدير هكا بالك على ركابي تصنت لهذا كلشي الفراخ كيبجطو كيقول لي ترى مصيبه ترى كلشي حافظ ترى كلشي حافظ شو هذا كيضرب كوليه هذا يضربك هذا شويه صافي. من تما بديت كنهبط قهوه مراكش. أيه. قهوه مراكش حي محمدي. حي محمدي كان واحد السيد الله يعمرها دار اللي عيبو بعيد. شكون هو؟ عبد الله الحاج عبد الله عاكيف. ما كنعرفوش هذاك. هو اللي كنت كنحط فرخ كي اللي كيقول لي بشحال ولا كيقول لي طلب 4 5 10 فرخك طلب فرخك علاش كيقول لك طلب 4 5 باش تبقى منبرزط حيت لا طلبتي شي ثمن واحد يشريو. يقدروا يشريوه وتولي ضحكه. هما راه يقدروا انت راه يبغيه هذه يقول لك عبيعوا لي راه يمشي يهز الفرخ بدا يقول لك واش هذاك الفرخ كيخرج داك كان في الطريق طيح يسخفوك الماليه يقول لك اذا الواحد اللي بغى يبيع بغيت نبيع ما بغيتش تبيع قول 5 المليون 10 المليون فرخك شغلك هذاك فهمتيني. قال لي فرخك قول لي بغيتي. هادو علم ليا سي الحاج عبد الله وكنعلم حتى لاي مولوع. اللي مولوع سيرتو الناس اللي جداد عند المالي جاب شي فرخ وقالوا لي هذاك راه قليل اللي غادي يقول لي هذاك فرخ زوين تهلا فيه. كلشي غادي يبغي يجيب عليا الدوره يجيب صيف الوالدين ويقمطوا. واخا في هذا السياق اخويا عمر غنجاوبني غنعطيك واحد السؤال هنايا. دابا في هذا السياق هذا عندك طي زوين او عند اي مولوع طي زوين يعني طوب كيفاش غادي دير ليه لا فالور دو بري ديالو غير من خلال تجربتك انت؟ عندك فرخ زوين كيفاش مثلا فرخ عارف راه زوين؟ لا فرخ انت بغيتي باش تبيعو. لا هو فرخ زوين طي زوين حافظ كوبيه ما فيش اخطاء طوب طوب دي طوب وانت باغي تبيعو انت كمولوع باغي تبيع كيفاش ممكن المولوع يدير واحد لو بري واحد اون فالور دو بري لهذاك الطائر؟ انا واش غايجي ويشيك على حسب اللي قلتي انت ولا الا بغى يبيع غادي؟ لا نقول دابا انا بالنسبه ليا انا هضر عليك الراي ديالك. انا بالنسبه ليا لمن غتبيع اول حاجه لا غنقدر انا باغي نبيع ندير فالور يعني ثمن ديال السوق وباغي هذا الشيء نقدر فرخ نبيعو بمليون الواحد لهذا تنعطيه اللي كيعرف درهم. علاش؟ لا كيفاش كاين هذا غنبيعو ليه ما غاديش يبيعو غادي يبقى عندو تيموت ولا ما بقاش باغي غادي يردوا ليا داكور حيت كاين حب التملك يعني حسره ديالي كنقول ليه هكا ديالك راه لي 1000 درهم ثمن رمزي داكور. وكاين واحد المولوع اللي انت فرخ مزيان غتبيعو ليه بواحد الثمن ياك مزيان هو بك غادي يدير واحد الثمن اخر لواحد وغادي يبقى الفرخ غادي بحال هكا ياك والمانع ما يقيلوكش. كاين واحد النوع ديال سامحهم الله متفق معاك يقدر يقول لك تلك الفرخ راه باعو فلان راك عارف انسان كبير كله شيطان يخليوك عاملك الشيطان كيبرزطك. انا نقولها بحال هكا واخا خويا يعني اللهم كتفادى هذا الشيء. بغيتي انت نشير عليك بهذا المعنى كما كيقولوا نشير عليك. بغيتي هذه الفرخه اعطيني 3 دي بصح انت نعطي لك ب 1000 درهم فهمتيني. واخا وهاد نرجعوا للحموده و 12 طي اللي سمعتي حموده هذوك الفراخ كنديهم الحيل بقى عندي فرخ واحد بقى عندي فرخ واحد وهذاك الفرخ ديما باغي نهديه للحاج دريس. رجعتي للماضي ديالك. رجعت للماضي هذاك الفرخ واحد الخطره بقى عندي باقي عمر الحاج دريس ما سمعو ديته القهوه الاولى فين كنا ديال ماشي الاولى عاد لهنا لهنا اللي قبل من هذه كاينه في اللي قبل ديال الكارط اللي كاينه في دو مارس كاينين وحده قبل ما توصل الجامع المصلى وعاد هذه اللي ديال السبته اللي كاينه دابا. يلا جيت جلست علقت الفرخ
وانا ديك الساعه ما كنعرفش امين امين الفارماسي يعني. اللي كنشكرو سي امين اش غنقول لك دكتور امين زيد مولوع ونص مولوع ونص عطى الكثير والحمد لله عطى الكثير عطى الكثير لان كنعرف انا مالي اش غنقول لك عندك واحد القضيه خويا عمر خويا والاكثر هي كاع الحال كاع الحلقات ديالي كيجبدوا لي امين لا حيت غير حيت كيدير هيك الضحكه ديال اوكي وعندو واحد الادورنوس زوين واش فهمتي كيفاش معلم والله يا معلم عندو هذيك ماشي ادورنوس عندو ديك التحديده ديما وضروري خاصو يقول هذيك فهمتي كيفاش خاصو يقول والله الا معلم هادي فهمتي كيفاش امين وخاصو يقول لي استعمل اكاديميك جات هاد الحوايج اكاديميك كمل لي من نقصت امين معاك انت عاوتاني امين اخويا هذيك الساعه يلاه جلست الفرح علقته ما كتعرفوش ديك الساعه ما كنعرفوش شويه هو يرجع ويقول لهم ديال من هاد الفرح وهميه حتى ابو عمير حتى وزيد غندير عليه حلقه هذا غندير عليه شي مباشر زيد كمل المولوع المقام هي هادي شويه ويرجع قال لهم ديالي ويقول لي سامعك ديالك قال لي انا غادي زربان باغي ما عرفتش واش قال لي غنمشي غادي يسدو ولا ما عرفتش انا سمعت شي حاجه غادي يسدو ولا ما قال لي هاد الفرخه انت راه جبني وبغيت ندي نصنت لك لي خوذو ولكن قول لي امتى غتردوا لي قال لي غدا بحال هاد الوقت ما غنجي صافي مشى وصلت هذيك قال لي انا ما مشيتش للدار انا عند الوالد شوف عندك الفرخ راه ما مشيتش للدار الله يرضي عليك ما بغاش يهضر قلت له واش كتشوف فيه قال لي ايه قلت له تيضربوا في شي بلاصه علاش قلت له واش كتشوف فيه حيت هذاك الفرخ كان بحال قلتي هو شوك ولكن هو الا جلستي معايا جلس معاك بحال شي بنادم كيشوف ما يدويش يعني سوسيال يعني الا ضركتيه بحال كيعيط لك سبحان الله شويه هو يعيط لي قال لي والله تبدا كيهضر شويه هو يعيط لي عيط لي الغد كنتسنى فيه يجي عيط لي قال لي لا ما ساليتش العشيه وغنجيبو لك قلت له ماشي مشكل مع العشيه هو انا جالس في القهوه كنتسنى لو سوار هو عيط لي قال لي انت راني في فدوك سمع مقلي قال لي راني في راك مولع زيد مقيم زيد تدير هاد العام حفظ هذا الميسو نيضتي لي حالة كمل هي هذيك قال لي انا هنا راك عارف مالي قال لي انا في الكريمات في فيلا تاع الفاصل جي عندي تما طلعنا بحال كبركت بركت حداه قال لي اش درنا في الفرف قلت لي راني قلت لك راه نبيعو لك انت قال لي الثمن الحمد لله عفا الله كنت كنكني عفا عليك الله عفا الحمد لله كنت كنكني كانت عندي بريكه قلت لي شنو هي راك عارف امين فرنسا انا قلت بريكي بريكي لا شوف قلت لي لا شوف عمر تا الله يهديك اش فرنساويه تا مسخوط هذا قال لك بريكي ما قالش لك بريكه زعما ديك العبانه راه شويه قال لي بريكي قلت لي لا بريكه هذه يعطيني بريكه دير فرنسا قال لي كيفاش قلت لي مليون منيول منيول قال لي انا جهدي 4000 درهم قلت لي لا ما غنبيعوش لشي واحد اخر واخا بجوج بمليون ونص صافي عطيتك الكلمه صافي عطيتك الكلمه ماشي واش جيت انا قلت لي عجبك الفرخ مشيت نبيعو لك صافي ماشي مشكل شويه نزلت ديت الفرخ شويه جات عيط لي واحد النمره الو السلام هي دي معاك شكون اللي معايا معاك باك عادل اه عرفت شكون عادل قال لي عادل مولوع الكبير قلت له انت لا سمح لي قال لي لا راه وقيله ما عرفتيني قلت له انت مشرفين ولكن ما عرفتش قال لي راه انا هو اللي كان راه امين كان غادي ياخذ مع داك الفرخ اللي كنتي باغي تبيعو قد مع داك السيد راه انسان طيب وهادي قلت لي انا راه قلت لي اي واحد ما نبيعوش ليه الا بعت لي راه نبيعو ليه بمليون ولا جوج امين راه قلت لي مليون صافي قال لي المهم صافي تما عرفت الفرخ هذا هو اللي زادني ان الفرخ عنده قيمه هذاك هو الفرخ اللي هذاك الفرخ بقى عند هذاك الفرخ غنهزو وغنمشي ندي لحاج دريس
غنتصنت الحاج دريس بقى عنده. الحاج دريس ما قال لي والو. واحد الوقيته هو يقول لي راه غنسافر لطاليان نجي ندي الفرخ. مشي ديت الفرخ عجم طاليان وعيط لي قال لي فين هو الفرخ وين ندي ليه. قلت ليه هو يقول لي باغي تبيعو. قلت ليه نبيعو علاش ما نبيعو. قلت راه انت راه عاطيني وعاطيني وفي ما نشد اكثر اشنو واش بغيتي بصح واش عجبك حيت انا يجب خاصني نقول راه عجبو الله فيه. انا كنشوف انا كان عندي شي فرخ وعجب شي واحد انا نعاود لك حتى داك الميستو اللي عطاني الحاج دريس اللي عطاني الحاج دابا لك ميستو. لا كملي بعدا انا جايك مشيت عند الحاج قال لي بشحال. قلت لي راه 1000 درهم. 1000 درهم 1000 درهم طلبتي فيه مليون الان اي حيت اي ولكن هو ما غاديش يبيعو. دابا انا علاش هذا علاش هذا لا ديسونت كول هذا لا ديمينيسيون. هو اللي عطاني الميستو باش حفظ. هكذاك دابا رجعتي لوجيست لوجيست حيت هو ما خدمش معاه والو. يعني هذاك الميستو اللي عطاه ليا هو سبابك. هو سبابي باش دخلت لهاد الولاعه باش عرفني امين وعرفني شحال من الولد. راه كنعاودها ونقول راه ما عندكش فرخ راه ما يعرفك حتى شي واحد. فرخ ولا راه الفرخ هو اللي كيدخلك الولاعه من الباب العريض. حفظتي فرخ بحال هكا وعاد يكون عندك شيخ شيخ يكون اونيت ماشي شيخ اللي قمطك في الديبار يبقى يحلفك. شحال من واحد كيصاحبو شيخ هو راه كيمزيان يمص فيه يمص ليه في دمه. وراه شحال من واحد هرب من الولاعه عا كيجي راه صاحبو شيخ هو هربو. بصح فهمتي انا كنسول علاش بزاف المواليع كيمشيو يديروا الصيد كيلقاو على البحر كيفشوا فيه هذاك. بصح الحر ديال الولاعه لا راه ديما اطونسيون الناس اللي جداد يختار الشيخ. راه كاين اللي كيجي شيخ هو عا كيقمطو. بصح صح نصيحه زوينه نصيحه زوينه باش نقول لك كيولي غمانه. اذا هاد 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 الميسو ديال الحاج دريس هو سببك في هو سببي في ملاقه الصحيحه اللي لحد الان نحطو دابا ياك فهمتي. يعني لا داعي لذكر شحال من واحد شحال من واحد كنعرفو انا بميساتي ديال كان يعطيني الحاج دريس كيقول لي هاك هاد الميسو دير القهوه وجلس وشوف رايهم. شحال من واحد كيصاحبوني انا ديك الساعه من تما بديت كنعرف قيمه الفراخ وكيفاش الكلام. واحد لقيته يدور لي في دماغي انا والله تنعرف اي طلوق شنو هو سميتو. يعني الاسماء ولكن هاد الملاقه فهاد الوقيته هادي واش كاع الناس ديال سبته مشاو الاتجاه ديال الملاقه ولا باقي الناس اخرين كيديروا سبته؟ شي اللي بقاو في سبته بقاو في سبته من ذاك النهار اللي داروا ملاقه راه باقي هما ملاقه. اللي بقى في سبته راه بقى في سبته فهمتي. هذاك كيبقى ستيل ديالو راه هادوك اللي بقاو في سبته في هذا الوقت هالبوجور ديالهم. بصح والله ما نكذب عليك كنحتارمهم. هادوك عندي شخصيه حيت انا اكره في الولاعه القاطع. انا لو درت شي حاجه خصني نكون مقتنع بها. صح ماشي على كل شيء لابس هذه تنلبس. دونك اقتنعتي بملاقه. انا اقتنعت بملاقه. علاش اقتنعتي بملاقه؟ حيت ملاقه ما بقاتش اسيره ديك ملاقه اللي كانت. ملاقه تطورات وكيقولوا اصحاب سبته. كاين اللي نادم دابا باش كيقول لي مثلا اصحاب سبته يقدر دابا ولاو كيتصنتوا كنعرفهم انا كيديروا سبته وبقاو في سبته ودابا كيوليو كطربهم ملاقه ديال دابا لان تطورات دابا ملاقه ما بقاتش مقتصره. اذا درتي المجهود ديالك درتي مجهود من بعد هذه درتي مجهود بديتي كتبحث بديتي كتعرف الطلوقات وكتعرف القوانين وكيفاش وصلتي في المرحلة. يعني كيفاش يعني حتى لدابا راه كيبان لك انا اخر كونكور ربما راه كاع الناس عارفينه نهار درت الاولى في الكبير راه كيعرفوها مزيان ولكن والكاليتي ديال الكلام. لا هادشي معروف الحمد لله معروف ولكن دابا كتصايب راسك الكلام كتصايب الكلام راسك ولكن الطريقة يعني انا بغيت باش توصلها للناس اللي كيبداو من جديد خاص دائما مجهود ابار الشيخ ديالك وداك الشيء خاص مجهود ديال البحث خاص مجهود ديال الطيور تسمع تخدم شويه تفهم. راه الفرخ هو اللي كيعلمك اش خاصك دير. راه اي راه الفرخ هو اللي كيعلمك عاد كيكون شويه راه امين دابا هو كيسمع لينا ولا شناهو ربما لا تواضع لا لا تبع هذا الشيء لم تبع يعني امين كيقولها ديما راه الذكاء هو كيبغي يقصد الراسه. راه كيما كاين فرخ راسه راه كاين تمولوع راسه. راه كاين اللي عدو 50 عام والله لا قال لك تلقي راه فرخ زوين وصافي. بصح فهمتي كاينه والله كيقول لك فرخ زوين وصافي كيقول لك ابعد مني ما كنعرفش نسمي كنعرفهم انا كيقول لك ها انت ابعد مني عمر ما كنعرفش نسمي هذا فرخ زوين وهذا فرخ خايب صافي هذوك هذاك كيزكي لك الفرخ. صح فهمتيني يزكي لك الفرخ عاد دابا راك كما شتي مع شنو نقول لك مع الكوبياش ولا ولات معروفه دابا صافي ولي الناس كيمشيو كيحسبوها كيحسبوها كما واحد الفيديو لحتي ليا ديال بروبابيليتي. اييه يعني ايه تجاوبتيني جاوبتك يعني بالبيرميتاسيون اللي تقدر دير ولكن انا بالنسبه لهذاك السؤال هذاك خاصك تمشي
بحال قلتي ديال الكونكور يعني شحال من تغيير اللي يقدر نحصلو مثلا يعني الانسان ملي كيبغي يصايب تركيبه كيدير انا غندير خمسه طلوقات غندير سته طلوقات ولكن سته طلوقات سته طلوقات معروفين راه تقدر دير ب 150 معقوله نقطه راه سته طلوقات دير ب 150 نقطه كاينه كاينه ودير ب 200 نقطه سته طلوقات هادشي علاش انا لحتو باش انا بغيت نوصل بان المقرين ممكن عام تركيبتك عام كيلكو زابيل دير العجب ودير العجب هذا من جهه شحال من واحد مسكين كيخربق الفراخ كيقول علوح علوح راه يقدر يشد فرخ مشارجي راه ما كايناش هذه تبقى عاد تكثر دير 17 دير ساعتين وانت ساعتين ما يعقل لك على والو الفرخ والفرخ راه تعطيها خمسه طلوقات حيت كاين الفرخ اللي كيحفظ خمسه الكاسيطه كلها كيدير طلوق كيحفظوا هذا كتبع هذه كتبع هذه كتبع هاد المرات كتخدم كاسيطه كتشد الطلق الثالث عاد كتبت تبت بيد ديالو ولا التعويقه ديالو الراس ديالو الفرخ كيسبقك بعد مرات عاد الفرخ كتبدا ليه الكاسيطه كيبدا هو غادي تعرف هذا جا من هذا جا تابعوا هذا تابعوا هذا راه الناس خاصهم يعرفوا الفرخ راه خمسه طلوقات كافيين وكيأديهم لك راه نعطيك انا هان نتحدى شي واحد نعطيه خمسه طلوقات خمسه طلوقات بالتشيوا كامل خمسه شي ما كاينش باشي حيت بعض المرات الناس كيديروا الطلق كيشبه الطلق فهمتي الطلق كيشطلق كيشبه الطلق يعني اغلوده كتشبه هذيك هي التلفه ديال الفرخ ديما الا بغيتي دير كتسمى تكرار كاين اغلوده مثلا طابيطيوس كيعاود لي كيعاود لي بجلسه اخرى راه هي الفرخ راه غادي تلفه راه ما كيعرفش الفرخ ديما يدير ليه اغلوده ما كتشبهش اغلوده باش يقدر يفرق بيناتهم ليك ديكوديهم اي ديكودي اما لا طلق طلعتي مع اطلقتي مع الراس طحتي مع الراس صافي هذيك خلاص وسيرتو الناس اللي عندهم المساسه كيبغيو يحافظوا المساسه وكيقول انا بغيت الفرخ غنديرو الكونكور والميستو كيكون فيه شي عيب كيندم كيطيح مع شي راسه كتندم وكتجيب ليه هذاك العيوب اللي هو كيقول له محال شي يشدهم كتجيب ليه الفرخ هكا اللي يكون عام ميستو كي اونشين يجي القرع كي اونشين ما فيه ما يتسمع راه كاين شي فراخ كيندموك خويا عمر نعم خويا دابا الحمد لله عرفنا بزاف د الحوايج عليك كما هضرتي على الكونكورات وفزتي بالفينال او فزتي على واحد هي نورمالمون كاين بزاف طرائف وقعوا لي انا هو اللي وقعوا لي بزاف كاين واحد المهم انا ما كنبغيش نجا حيت الاولى عادي ما قلب على قلب على اللي زوين فيها الخايب فيها راه موجود الخايب في الاولى حيت هي هكاك دايره ماشي هي حب تملك ولا حب انك تكون مولوع خاصك تكون انك ديما بحال شي نقولوا الانانيه خاص يكون ديما كتبغي احسن احسن المولوع ديما كيبغي احسن الطموح لا المولوع ديما كتبغي عنده تكون عنده احسن حاجه أحسن هو يكون عنده احسن حاجه انا نقول لك دابا واحد السيد كنعرفو دا معاه شي فراخ لبرا شي مقانن جا عنده واحد الطالياني قال ليه بغيت شي عجبوني هذا بغيت شي بغيت شي فريخ من هذا وهذاك بغى شي قال لي غيبان لي واحد قريب يموت وانا نقول لي هاكا عطاه لي بحال ميت غادي يموت نقول لها كي باش نشرح لك قال لي داز شي شهور بحال هكا ومشيت قال لي لقيت المساته المساته قال لي انت كي درتي قال لي هذاك الفرق اللي عطيتيني هذو ولادو فهمتي وغادي ما يدير المساته ما حصلنا على حتى شي حاجه فهمتي دابا الولاعه راه هكا بعد مره كما كيقول شي واحد كيقول لي عطيني هذا كيقول لي شي ميستو شاك فيه ولا شي حاجه ولا سمع فيه كيوكل شي تبربير ولا شي حاجه كيعطيه كيعلقوا ليه فين ولا شي واحد باغي يبيع شي واحد شي فرخ شي عاد كيتقاد عنده علاش ولا نعم خويا على سولتك هذا السؤال حنا كنشوفك انا كنشوفك في الكونكور كتربح وكل شيء بغيت غير تعطيني في مختصر لهذا الجيل الجديد كيفاش عمر كيخدم كيفاش كيخرجوا عنده طويات زوينين حيت ديما تبقى تبارك الله كيكون عندك طويه في العام واخا هكاك على طريقة عرف الطريقه ديال الحفاظ طريقه حفاظك انت مختصره انا كندير العش انا كندير العش هي العش انا كندير العش انا كندير العش وش نقول لك بحال كنقول خمسه طلوقات كل عام كنبغي خمسه طلوقات ولا المهم اربعه طلوقات ثلاثه خاصهم كنبغي نسمعهم فيهم يعني كنخدم على طلوقات كنبغي نسمعهم كتحطو في التركيبه ديالك ما باغيش كتبازي على هادوك ما باغيش فرخ ديال الكونكور ولا يكون كتقول خصني نخدم على التجربه باغي هادو نسمعهم فرخ اييه فهمتي عاده دابا الكلام انا باش كنخدم كان لي جول بي كنزيد كان خاصو يكون الكاليتي الكاليتي وكاليتي ويكون كلا يعني الكلير الكاليتي الكلمه تكون كاليتي تكون ويكون كلير ويكون مقاد ماشي حيت نورماليزي مقاد اي حاجه كتباع حيت كنقول اي
اي اغروده ثلاثه الا دوك التغاريد اللي هما كومبوزي مصايبين مثلا بحال لابيل دوكلي فهمتي مثلا بحال لابيل دوكلي ما يمكنش انا حيت هو مصايب هكا كما كتقول الخرج العسكري الخرج العسكري في الودانيه هذه فيه خمس فيه سبعه الفراخ هذا فيه اربعه لي شونجمون اما ما تبقى في التغاريد خاصهم يكونوا ثلاثه كاين كنقول لك لابيل برينسيبال ولا الكومبوزيسيون برينسيبال اللي كتكون مثلا طابليتي ولا ميسيدا كتسوديها بواحد بليبليه ولا وحده ولا جوج ولا بليبلي بولي بولي وكتدير فينيسيون تكنيك يعني كاين بريفينيسيون اللي كتكون عباره عن بليبلي بليبليه باش كتسودي الطلوق ولتحت كتضرب التيمبري يعني كدير واحد التشيوا ولا بيشه بيشه تشيو الراس ديما خاص يكون راس هذا كاين اللي كيشد كيقول لك الفرخ راه شونجا ضرب ليا طابليتيو ميسيدا وشونجا طابليتيو ما كتجيش مع الميسيدا راه ما عندهاش هذاك راه اغروده تكون بحال هكا ديما هي اغروده فيها ثلاثه الراس بليبليه باش كتسولي فينيسيون صافي وكتسمع فرخ كوبيه بحال هكا كاين ياك هذا راه والله العظيم هاد التغاريد هذه هي الكوبيه يعني انت قلتي لي كيفاش كنخدم ولا كيفاش هادي مزيان من التركيبه خاص التركيبه يكون فيها ثلاثه لكن انا كنقول لك مثلا في المحدد كيفاش كاين الصنادق كاين لونبلاسمون كيفاش ولا كتخط عريان ولا لا دابا كاين بزاف د الحوايج دابا هادشي شحال من واحد كيقول عطيني طريقتك انت وصافي انا نقول لك طريقتي دا طريقتي باش نشرح لك دابا كاين اللي كيقول ندير الصنادق ولا ندير ندير مثلا الفراخ بزاف مثلا نعريهم نغطيهم كاينين دابا العش ما خصوش يتغطى لان ديجا العش هو ما شافش الطبيعه ماشي طبيعي اصلا خصو يبقى عريان ما خصوش يعرف شنو الظلمه كذلك الميستو يعني الا درت انا الصنادق كنشد الفوند نخشاه هي والقبس ويبقاو يشوفوا فهمتيني يعني اول حاجه خاص الفرخ الضوء عندك الميستو والعش المحيط لا غتحفظ بالحي عطلق غطي الشوك الشوك راه طار في الخلع غطيه فهمتيني غتحفظ العش عمرك ما تغطيه والعش كيتبغي شي حاجه جديده يعني الكاسير ما تعطيش الميستو حيت يقدر العش ما كيفهمش الميستو يقدر يضغط عليه العش تاعها كاسيطه هذاك راه باغي مسجله كتقرافي بحال كتقرافي في شي حاجه خاويه كتحكم فيه واخا دابا ما بقاوش انا كنقول سبحان الله ما بقاوش الفراخ بزاف كيحافظوا العش العش راه يقدر يجيك شوك 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 مثلا مزيان الناس دابا انا كنقول اللي حفظوا الشوك حفظوا اللي حفظوا العش ما كاينه سبحان الله خرباقه زرباقه فزتي بعد المبايعات خويا فزت في 2008 2008 تقريبا كان عطاني الحزريز واحد الميستو في اول كونكور تقريبا دوزت هنا في لارميطاج كلاسيتي شحال ثالث وعز عليك الكونكورات تمشي لهم تشارك فيهم مزيانين خويا الكونكورات انا ولاو عندي مع حيت كلشي تطور راه كان بكري كان الزاكي بوالحياوي والحواوي الزاكي كانوا كيردوا الكره الله قال لي ما تبقاوش تردوا حيدوها كاع الجامعه كامله حيدوها صافي كلشي شويه من موراها حيدوا داروا الفار من موراها داروا الفار اييه هي هذه ديال الكونكورات انا نهاري ولي الفار وهذات واحد الحلقه ماشي البرنامج انا فكرتي اي انا مثلا ما كاينش لي مويان نقدر انا نعطيك انا عطيت البورطابي ديالي حطو حدا سجل حطو لي حدا فرخي وغتعطيني الجداده ولا غتعطيني الريزلطات نقيط ديالو غنشوف واش داكشي اللي قال فرخي وهذا غنقول لك اش قال فين هما هادو اللي عيوب اللي قلت فين هما علاش ما قيدتيش هادي واحد المهلة قبل ما اعلان عن النتائج هادي ايه فهمتيني حتى هذا هو علاش انا الكونكورات عاد تعرضت بعض المرات لقيت شي حوايج وانا كنقول انا كنحمل راسي مسؤوليه بحال الكونكور ديال القصر اللي فزت به في المرتبه الاولى كنت نقول لك قالوا لي حيت قبل منه دوزت في وزان وتكلاسيت راه هو رقم هذاك راه هي وزان تكلاسيت في وزان يعني قلت انا الكونكور ديال القصر حتى هو ما غاديش يكون عندي مشكل تقيت الكونكور ديال القصر هما يقولوا لي لا ما عندكش الحق
ما عندكش لا كارت صافي. المهم انا غادي من كازا باغي نمثل كازا شويه, واحد السيد عنده حتى هو جمعيه تما ويقول لي لا تقيد معايا, قال لي اختار اي اللي بغيتي في الشمال راه كلشي راه حبك. تقيد تبارك الله, تقيد وفزتي ما بالرتبه الاولى درتي فيها بحال اللي درتي فيها انت. عقلتي على الدنمارك فاش كانوا تقصاو وفرنسا مع تحيدات ودخلت فرنسا ياك, وشي فرقه اخرى حيدت في كوب دور ومني جات هي اللي مقصيه دات هي لكم. هذا هو اللي كاين, هذا هو اللي كاين. دابا انا عشت شي حوايج ما كاينش, فهمتي؟ انا كنقول هذا هو اللي زوين في الولاعه, خليها ولاعه حيت كون ما كانتش هكا ما غتحسش بها. حسيت لا سي عمر الحمد لله عطيتينا كل شيء الحمد لله. اليوم دابا قربت لواحد السؤال اللي هو ديما كنعطيه غادي تجاوبني فيه. اييه داك الشيء اللي يعني بقلبك هو سؤال اخر لهذا وغادي نختمو ان شاء الله. خويا عمر من هضرنا على الكونكور, هضرنا على كل شيء الحمد لله وضحكنا. قبل قول وقبل من نعم اللي الولاعه اللي كنعيشها دابا وربما غنموت عليها هي باغا المسامحه. هي الولاعه نهار تولات مع واحد المولوع سميتو مصطفى شليحه. اييه علاش؟ جيني يعني مولوع جيني شحلي. مولوع لما كانش الفرخ لما كانت يعني اكزيجون بزاف لما كانش الفرخ كوبيا يعني ما يحسبش منك يقولك حسن شوية مولوع مولوع. وانا كنشبهه ربما بمالاغا بالمرحوم, لكان كان مرحوم جواد الله يرحمه في النهار كان في المعارف وكان راه في هاد الجهه الاخرى راه كاين مصطفى شليحه. ايوا الحمد لله الله يحمد الجميع, الله يعمر ليه الدار يطول لي عمره. انا كنقولها بحال هكا انسان مولوع الله يعمر ليه الدار الله يعمر ليه الدار. خويا عمر ضحكنا معاك. ايوا غادي نجيك للسؤال اللي كنعطي ديما. الا قلت لخويا عمر اعطيني واحد المنتخب من الموالع ديال كازا اختار اللي بغيتي انت حر, منتخب اللي غتشارك به بوحدي نحاميهم كاملين. بصراحة حول هذه ما كتسكتش والله بالفراخ والله يجيبوا اي فرخ. شو هذا يقول الله والله يقول لك يقول لك عمر والله يتصمليون كامير. انا عارف علاش كيقولوا عمر موتيلي الجدل وكنشوف الخراجات ديك في فيسبوك. علاش ديك الخراجات؟ لا والله العظيم شي داك الشيء غادي يرجعوا عليه شي. دابا بعض المرات الوالدين بكري شحال كيقول لك حتى كتكبر عاد كترجع لهذوك الوالدين. هضرتي انت غادي يكبروا هاد الجيل والله حتى غادي يوليو جذوره هاد الموالع المبتدئين. عطيني دابا حتى غادي يوليو جذوره عادي يرجعوا لها هضرتي بحال هضره الوالدين. وعطيني دابا هاد الناس اللي هاد الموالع اللي في نظرك تختارهم انت خويا. هاد الناس عطاني خمسه باك خمسه سبعه تعطيني الفرصه. انا غن مصطفى شليحه. اييه زيد يكون عندهم الفراخ ولا باش الموالي في نظرك يكون حيت كاين اللي يقدر ما يكونش عنده فخد عام الله اعلم. ماشي مصطفى شليحه المستوى ديالو الحاج دريس. اييه العفو. اييه يوسف حجاوي. اييه عندهم الفراخ حتى انا ما خصنيش زيد شغلك هذا كازا ولا المغرب. كازا كازا واخا شحال ذكرنا ثلاثة انا غادي معاك ثلاثة انا الا أربعة لا ثلاثة قلتي لي أربعة بالعفو زيد بقاو ثلاثة استنى انا باش خلص ما تلفنيش زيد مصطفى الكاس الحاج دريس يوسف الحاج دريس يوسف حجاوي العفو هذا والله واحد اللي غلبوا مع العفو حامي جوق زيد العفو انا ما كنكون كنقول ني مالي بحال شوف خويا حنا ما كنقصوا حتى شي واحد هذه غير سؤال كيتعطى وانت كتجلس كلشي انت كتجلس مع المالي عندك زعما عندكم علاقه بزاف مع الناس اللي كتعرف مراد المعارف زيد. ايه
استاذ ربوح. اييه ربوح. نعم ربوح الحاج عبد المجيد ربوح. عليك واحد لا سته جوج اربعه سته عندي بقيت واحد عطيتك سبعه. ترى دور يحامي واعطيني السابع ديالي وصافي يحامي ولا ما يحاميش اعطيني السابع بي جرانيت لا دير لونا حسن دير لونا دي طماسو دي ودي السابع سؤال صعيب هذا سؤال ودي السابع الرباح سميتو نور الدين سكامس خويا الدين سكامس سكامس كيموت حيت هو اول واحد مشى معايا الكونكور سالات كورونا اول كونكور مشى معايا الوزان هذاك عزيز عليه الولاعه وكيمشي كيدي بلاصه ماشي بحال شي مولوع بحال ما تعرفوا معوق ما تعرف والله واش مولوع كينعب الكونكور كينعب من سودو وما كيمشيش ما عرفتش اخويا ما عرفتش هذا المليع اذا شوف خويا عمر شاد الاختيار ديالك وكيبقى اختيار بالنسبه لعمر هما هادو بالنسبه لسكامس عزل ديالو اكيد بزاف الموالي في المغرب كامل في كازا كامله هذا كيبقى اختيار ديال هادو حربيين حربيين هادو مساخين كتقول انت كتقول انت دابا بغيتي دير حيه حيت باغي المواجهه واخا خويا عمر خويا عمر وصلنا للحلقه لنهايه الحلقه كنشكرك بزاف عطيتيني وقتك عطيتينا شويه واحد الساعه ولا واش كندير نسيت حتى لا والمهم ربما عندك وليداتك وعندك كلشي شكرا بزاف اخويا عمر بارك الله فيك ربي يخليك واش نقول لكم شكرا لك انت بزاف بارك الله فيك خويا لانك انت اللي جيتي ولا سيباش نقول لك انا اللي جيت محان لا بالعكس عذاب لا بالعكس اخويا ايوا موسم موفق للجميع للجميع والله الله يفاجئ على كل مريض يا ربي امين وعلى كل مهموم يا ربي امين وكنتمناو موسم اش نقول لك ماشي ديال موسم ولاعي خصوصا في الكونكورات يكون واحد يعني ترجع جديده كما كانت مع كازا ورجع الشمال بغيت جديده تمشي لوجده ووجده ان شاء الله اخويا الكازا بغيت كل شيء المالي ان شاء الله تكون جسم واحد تكون ولاعه وحده ان شاء الله خويا وصلوا من الميساج شوف على الناس اللي مساكن شويه العام شحال من فقدنا من واحد نعم من ذاك السيد ديال الشريف وسي عمر شو مشي قال الله يرحمه فهمتي مشي قال الله يرحمه وعمر شوف دابا ذاك السيد عزيز عليا بزاف هذاك زعما تألمت بزاف صح ملي فقدناه والله ذاك السيد كان الكونكورات القصار جديده ما كيشوفش ادويت عليه تيفلت انا اوكي واحد الخطره انا غادي للطوموبيل بوحدي هو غادي هو داك الصديق ديالو ديال العمراني وغادي مع داك سميتو هذاك ميلود وغادي مع السي محمد اللي هذا السيد السي محمد اللي كيصايب لينا البيع لينا المساته والبوشيطات غاديين وصاحبي غادي صاحبي ما كيشوفش وغادي وكيحس بالولاعه زعما هذا الشيء راه غريب الله يرحمه الله يرحمه الجميع الله يرحم فيا بزاف والشريف حتى هو الله يرحمه كان طيب كان طيب راه كان عندي واحد الفيديو سجلته ولحته ديالو كان واحد الانسان طيب عاد هذاك السيد رشيد ديال صفرو الله يرحمه تاو شكون اللي قال انا واش غنصبح ولا ما غنصبحش المسامحه المسامحه لينا كاملين هادشي اللي كاين المسامحه الاخوان المالع سمحوا لي الا صدرت شي حاجه من حقي انا راه ماشي من هذاك النوع اللي كنتوما راه الفراخنا عليهم الله خويا عمر راه الكوبيان على الله وانا على الله راه هي خايبه راه فهمتي الله يرضي عليكم راه الفراخ راه ما فيهمش على الحصور عودوا تصنتوا الكلام ما تشوفش الحصور راه الحصور من عمل الشيطان الشيطان اللي كيقول لك راه في حصور خويا عمر السلام عليكم شكرا لك الله يحمي الوالدين الله يسر لك الله يعاونك الله يبارك فيك